حي بني مكادب طنجة لطالما كان سباقا إلى تفعيل العديد من المبادرات ذات البعد البيئي والثقافي والاجتماعي. بعد تزيين الأحياء جاء الدور على إحدى الأزقة لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بفعل مبادرة فريدة حولتها لمكتبة مفتوحة أمام الأطفال. أطفال حي العزيفات وبتأطير من جمعية أطفال بلادي اتجهت الأنظار إليه نظير مبادرة إنشاء أول مكتبة تحمل بين طياتها فحوى تشجيع القراءة. كان جين هذا المكتبة باش كان دي كتاب وكنرجع كتاب وكنستفدوا منها كتبة مزياني. أنا فرحانة بزاف لأنها هي في الحمديانة وماشي بعيدة علينا، باش دائما كندي نعطي لهم كتاب ويعطوني كتاب وكنزيد نستفد. شكرا لها الجمعية اللي عدلت هذا المكتب. هذه المبادرة جات يعني شاملة لحي العزيفات. غادي إن شاء الله نعدلوا 10 مكتبات، كل زنقة نعدلوا مكتبة إن شاء الله مختلفة الشكل. الهدف منه هو نشجعوا الأطفال على القراءة والعموم يعني، وخلق منافسة بين الأحياء وبين المدن في المغرب يعني في بلد ديالنا، باش الناس نشوفهم كيقراو، الاطفال كيقراو كما كنشوفوا دابا حاليا. الاطفال وما بدعوا في هذه المكتبه هذه عدلوها باناملهم بايديهم يعني بدون مساعده النجار وتاطير شباب الجمعيه. كنحاول اننا نوجه رساله لجميع الاحياء انها تشارك معنا في هذه المبادره من اجل اننا ننميو المدارك المعرفيه ديال الاطفال ديال الاحياء الشعبيه وخصوصا الاحياء ديال مدينه طنجه والمغرب كامل، من اجل صراحه اننا نعزو ديك المقوله الجميله العلم نور والجهل عار.